13. طب وريني كده بقى يا سرور، هتلطشين وتمد ايدك عليا ازاي؟ سرور؟ بتقولي لي سرور حاف كده؟ لا، احط لك عليها ملح وفلفل وكاتشب. لا ده انت عايزه تتأدبي. فخده، انت يا زفت يا فخده. اوامرك يا سرور. قلعلي البت دي ملط واديها لي علقه موت. وحياة النبي اللي هيقرب مني هشوه نصين، انتوا فاهمين ولا لا؟ ما تجوش غير بالعين الحمراء، انا هخرجك يا سرور انت وشويه الحوش اللي معاكي. ايه اللي انت بتقوليه ده يا سرور؟ فتحت المطوة عليكي؟ اخس اخس، اللهم اخزيك يا شيطان. هو الشيطان ابن الكلب ده اللي دخل بينكم؟ معلش يا كمان. لا 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 لا، دي البت دي قليلة الاصل، هو كده اخرت خدمة الغز علقة. معلش انا هجيبها لك في الاسم وهنفخها لك اما زبطتها لك. وانا ليه بركة لانتي يا حبيبة قلبي. طيب ماشي اشوفك على خير. سلام يا روح. باي. شفت الولاية الناقصة كلمتك واشتكت لك زي ما قلت لك. دي محروقة منك قوي. والنعمة كنت ماشية معاها بما يرضي الله، انما هي الولاية نمرودة. يلا يكش تولع بقى ببناتها المعفنة. طيب سيبك بقى من شرور والكلام الفاضي ده، وخلينا في الاهم منها ومنك ومننا شخصيا. انا هبعتك النهارده يا بت لواحد مهم قوي، عايزك تظبطيه، بس مش عايز اي فزلاكه ولا تشغلي خيالك خالص. اللي يقول عليه تعمليه بالحرف الواحد، مفهوم؟ ماشي، بس يكش يطلع بقى من بتوع الكرابيج، انا جدتي مش خالصه. لا ما تخافيش. قولوا والنبي يا بنت. ما خلاص بقولنا ما تخافيش يا سيرة. ماشي، فين بقى؟ مالكيش فيه، انا باخدك اوديك المكان، بس انت بظبطي نفسك. ها، عايزك على سنجة 10. اعملي لي العصعوصه اللي تحت دي. دي يا بنت الايه؟ ولا دي؟ لا ولا دي يا بنت. يا بنت بس بقى. يا حسام بيه.